في ال كنا جبنا لكم قبل كده الأهالي حينما ينتفضون في مواجهة المخدرات مثلا أو الجريمة، وهم اللي يعملوا مظاهرات داخل القرية، وهم اللي يعملوا احتجاجات وتتضامن معهم حتى مؤسسات الدولة المختلفة. يعني شفنا ده في قبل كده، عملناه معاكم في إحدى المحافظات وتواصلنا مع الناس لما يلاقوا انه في قرى معينه بينتشر فيها المخدرات بشكل كبير جدا. الاهالي هنا عند لحظه معينه بيتك سيصبح مهددا، ان لم يكن اليوم فغدا. اوعى تعتقد انك بمنأى عن هذا الخطر، لان الحقيقه هو بيتسلل مثل الافعى. يعني البلد اللي هتشوفوها الجديده انتفضت ضد تجار المخدرات وطلعوا في مظاهرات، يعني بعد مقتل احد الاطفال 15 سنه واللي قتلوا واحد متعاطي علشان ياخد التوك توك بتاعه، ياخد اي حاجه معاه يبيعها ويجيب بيها المخدرات. بتصل الحاله الى هذه البشاعه. يعني هي بس مش مخدرات فقط، لا، معاها بقى نسبة الجريمة بترتفع بشكل كبير وانهيار المجتمع. يعني فشوفوا الناس من نفسها طلعوا في لافتات ومظاهرات للتنديد بذلك، وقالوا احنا هناخد وقفة. يعني اتمنى ان اجهزة الامن تتضامن معهم وتساعدهم لانهاء هذا السرطان الذي تفشى في بلدهم. انتفض أهالي قرية الجديدة بالشرقية بعد أن شهدت القرية جريمة بشعة راح ضحيتها سائق توك توك بعمر 14 عاما، أوقفه وتوك توكه مدمن مخدرات وقتلوه خنقا ليوفروا ثمن جرعة من الهيروين. احنا النهارده هدفنا من الحمله النهارده طرد كل التجار، كل المتعاطين، النهارده نحط حد، لان الادمان اصبح يمثل خطر على القريه. بالامس القريب ابن من ابناء القريه توفى، احمد رفعت. النهارده احمد رفعت النهارده عمل شراره زي ما انتم شفتوا النهارده، ورصدتوا اتحركنا كلنا خرجنا. الناس دي يا جماعه قتلت طفل النهارده 12 سنه 14 سنه، الناس دي يا جماعه ما عندهاش رحمه ولا دين. هدفنا الاساسي، هدف الحمله الاساسي النهارده هو طرد كل الخارجين والمدمنين خارج القريه حتى تنعم ابنائنا واولادنا في المستقبل بمستقبل افضل، من اجل حياه افضل، لا للادمان، لا للمخدرات، لا للاجرام، لا لقتل الاطفال. من ضمن الحالات اللي لابد ان احنا يعني تدينا جرس انذار للمجتمع، ان احنا لابد تدخل حقيقي من جانب المجتمع لمواجهه ظاهره الادمان والاتجار في المواد المخدره لما لها من اثار سلبيه على المجتمع. انا ليا محل هنا بيبقوا واقفين على النص كده بالليل بيبيعوا، محدش يقدر يتكلم، والطرب بنعدي، انا بيتي بعد الطرب، بنعدي بنلاقي شكاير البانجو بتستخبى في الطرب ولمين بعض قاعدين ومحدش هيقدر يتكلم، اللي يتكلم هيعوروه. فهي البلد كلها بلطجه من المخدرات، فانا مؤيد للحمله. كل اللي شارك في حكايه قتل ابن عم رفعت ده لازم يتعدم. بطلب من القريه وبطلب من الناس المحترمه اهل القريه طرد الناس دي من البلد، عشان احنا اهل الولد نارنا تنطفي لان ابننا حرقنا. انا مؤيد الحمله طبعا، ومؤيد طرده من البلد اصلا. أما أسرة الطفل أحمد رفعت فيتملكهم حزن عميق وألم لا تذهب به الأيام. طب احنا النهارده راجل واخد عيل يشنقه بكوفيه يذبحه خالص عشان يجيب له 2 جرام ولا 3 جرام بودره يبيع منهم اللي يبيعه والباقي يتعطاه. طب انت النهارده بعت باحمد واتعطيت باحمد، طب بكره هتتعطى بابن مين؟ وبعده بابن مين؟ وبعد بعده بابن مين؟ اخويا انقتل وانذبح عشان شمه، عشان 1000 جنيه يبيعوه. ربنا يكرمهم، ولاد حلال وقفوا جنبنا وعاملين حمله عشان يجيبوا حق اخويا. واهالي العيال دي تطلع من هنا تمشي من جسدنا خالص، وبيوتهم تنباع، محدش ملوش ذنب. ادام ام واب ما عرفوش يربوا ابنهم على الاستقامه زي ما انا كنت مربيه احمد. ما
كانش لازم أحمد يموت الطفل ده علشان الناس تنتفض، لكن كويس في كل الأحوال إنهم انتفضوا لإنقاذ أطفال تانيين ولإنقاذ شباب في البلد. لما تنتشر بشكل كبير زي ما قلت لكم هيبقى مخدرات ونسب جريمة مرتفعة. المريض نفسيا